للمزيد من التفاصيل معنا من اسطنبول السيد تيسير سليمان المحلل السياسي الفلسطيني. استاذ تيسير، بداية مرحبا بك. منظمة التحرير الفلسطينية تقول انها ستبحث التخلص من الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، ما معنى ذلك؟ بالبداية مساء الخير لكم ولجمهوركم الكريم. حقيقة أخي الكريم، الشعب الفلسطيني ينظر إلى القيادة الفلسطينية الآن وإلى الاجتماع المركزي الذي سوف يكون لمركزية منظمة التحرير ودعوة الفصائل التي هي خارجه. حقيقة الدعوة الآن هي أو هناك فرصة مثالية للقيادة الفلسطينية أن تعبر عما أخطأت به لسنوات طويلة بالاعتراف بإسرائيل. وحقيقة عندما نناقش فكرة أنه لابد من إعادة النظر بالاتفاقيات والتفاصيل الاتفاقيات التي تم بعد الاحتلال الإسرائيلي، يكون خطوة بالاتجاه الصحيح لتصويب ما أخطأت به قيادة منظمة التحرير لسنوات طويلة. إلى أي مدى ترى أن السلطة الفلسطينية فعلا قادرة على إلغاء هذه الاتفاقيات؟ بالبداية حقيقة جزئية أن السلطة تريد أن تجمع الكل الفلسطيني، المسألة على المحك. المجلس المركزي سوف يجتمع، هناك دعوات إلى حماس وإلى الجهاد الإسلامي ليكونوا مشاركين به، ما زالت القرارات لم تتخذ داخل حماس والجهاد للمشاركة أو عدمه. أعتقد أن جزء من السلطة الفلسطينية لسنوات طويلة برمج نفسه وبرمج أدائه على العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بهذا الكيان. أعتقد أنه بهذه المرحلة نحن أمام مرحلة أن الوسيط الذي كان الكل يتكلم عنه والجانب الفلسطيني ويحاول دائما أن يطرحه، أن الوسيط الأمريكي كان يعمل من أجل أن يكون هناك اتفاق وهناك عملية سلام بين طرفين، أثبت وتجلى للجميع أنه ليس طرفا محايدا، بل أنه يصب جهده لتكريس الاحتلال الإسرائيلي. أنا أعتقد أن سوف يكون علامة فارقة إذا وقف أعضاء المركزي المجلس المركزي لمنظمة التحرير وقالوا نريد أن نعيد الاعتراف، سوف يكون خطوة بالاتجاه الصحيح. ما تفسيركم لاستمرار الانتهاكات الصهيونية؟ يعني اليوم اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى. حقيقة أخي، المسجد الأقصى منذ سنوات طويلة يقتحم به، والهبات الفلسطينية وهبة تموز التي كانت عام 2017 لوقف الاعتداء أو تكريس نوع جديد من كانت نوعية من المقدسيين وأهلنا في 48 الذين كانوا يقفون دائما. العبرة الرئيسية أن الاحتلال الإسرائيلي مع اختلاف الرجعية الدينية عن الموافقة أو عدم الموافقة للصعود إلى المسجد الأقصى، إلا أنهم دائما يحاولون تكريس فكرة الاقتحام ليقولوا للفلسطينيين هذا أماكن مسموح دخولنا فيها. وقد رأينا قبل يومين كيف يقومون بالطقوس، بعض طقوس الزواج وبعض طقوس الصلاة. الأمر هو بكل بساطة إسرائيل تعتقد أن هذه، أو الاحتلال يعتبر أن هذه فرصته ليرسخ مبادئ لم يستطع أو مواقف لم يستطع أن يرسخها في الفترة السابقة من تقسيم المسجد زماني ومكاني، وأكثر شيء محاولة أن يقول أن هذا ليس للفلسطينيين خاصة. شكرا لك أستاذ تيسير سليمان المحلل السياسي الفلسطيني.